اتفقنا؟ طيب لو جيت قلت لك كده ان تركيز محلول، عايز اوضح الصوره، قفلت الفيديو. محلول التربه 10%. يعني ايه تركيز محلول التربه 10%؟ يعني الملح اللي فيها، لما اقول لك تركيز محلول تقول لي يعني بيساوي تركيز الملح او السكر او اي حاجه دايبه فيه، بيساوي كام؟ 10%. باقي كام؟ 90%. ال 90% اللي بقى دي تبقى ميه. لما التربه يبقى فيها 90 ميه وعايز انقل من التربه اعلى احط في النبات، يبقى النبات المفروض يبقى فيه كام ميه؟ اقل من 90 ولا اكبر من 90؟ اقل من 90. كام؟ اقل من 90. عايز ندفع عليها كام؟ اقل من 90. احط كام؟ اي رقم بعد نحط 80 يعني، اقل من 90. 90 80% ميه. يبقى المحلول اللي في اللي في النبات نفسه تركيزه كام؟ 20. تركيز المحلول 20. خلي بالك من حاجه، احنا نقلنا الميه من 90 ل 80، يعني من العالي للاقل، صح؟ طب بص تركيز المحلول، احنا نقلنا من الاقل للعالي. يبقى بالنسبة للمية، المية بتتنقل من الأقل ولا من أعلى؟ من أعلى للأقل. يبقى المية إيه؟ تتنقل منين؟ من أعلى للأقل. لكن الأملاح؟ من أقل للأعلى. يعني لما أجي أسألك سؤال وأقول لك هو أنا لو عايز أنقل المية من محلول في التربة وموجود عندك محلول في النبات، يبقى تركيز المحلول، بص الكلام مش تركيز المية، تركيز المحلول في التربة أكبر ولا أقل؟ أقل. لازم تركيز المحلول في التربة أقل. إيه رأيك الجملة على السبورة دلوقتي؟ تركيز المحلول أكبر من تركيز المحلول في التربة زي ما أنت. يبقى أنا اللي عايز تركيز المحلول داخل الفجوة بتاعتها، إحنا قلنا يعني إيه تركيز المحلول أصلاً؟ الملح داخل الفجوه، الفجوه دي بتاعت مين؟ النبات. النبات لما يبقى تركيزها اكبر من تركيز التربه، معنى كده ان التربه تركيزها اقل، ميتها اعلى. يعني مثلا التربه هنا زي ما احنا عملناها هناك 10 محلول اللي هو ملح وكم ميه؟ 90. روح كده على النبات نفسه يبقى كام؟ 80 ملح. يبقى انا بنقل الميه من التركيز العالي من 90 للتركيز القليل تقريبا، لكن الملح العكس من القليل للعالي. فاهم دي؟ تعالى اطبق لك بمثال ثاني واسالك سؤال موجود في كتاب الامتحان وبيجيبه اخر السنه. كده الميه مش هتدوب. ما تبينش لو 50 و50 الميه مش هتدوب. لازم الميه تبقى اعلى في المكان اللي ايه؟ اللي هننقلها منه. ما قلتش قبل. توقيتك شويه. بص معايا. بص معايا. انا عندي ثلاث محاليل. المحلول ده تركيزه 10%. والمحلول ده تركيزه 20%. والمحلول ده تركيزه 30%.